سلام البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم بغيت نشارك معكم الروتين الليلي باش كنعتني بوجهي وندير معكم الشيوة، يعني سهلة مهلة ودغية اللي نقدروا نديروها مورا الخدمة. المهم انا عاد دخلت غادي درت الكوتي لولدي ودرت الكوتي معاه، ودابا غنمشي نبدا نحضر معكم وجبة العشاء، وابخي غنديروا جوج نتاع الماسكات العناية بالوجه، بشرة الوجه. خليكم معايا. كما كتشوفوا هنا البنات، غادي ندير بغوشيط نتاع الدجاج بفلفلة وبمطيشة صغيص. هادو قطعتهم ديجا في الصباح باش ربح الوقت فاش رجع من الخدمة، قطعتهم ودرت عليهم شوية زيت الزيتون شوية العطرية، ودابا غادي نستافد من هاد الوقت. وغادي ندير معاهم كما كتشوفوا هنا واحد الطورتية اللي خفيفة فيها بطاطا مشحرة في الزيت، ثلاثة البيضات، الفرماج كما كتشوفوا غابي، ونص بصلة صغيرة مقطعة، وشوية المعدنوس. مهم غادي نستعمل شوية العطرية هادي داكسيون كما كتشوفوا، انا شريتها بجوج اورو، ما كتباعش غالية، فيها السودانية والثومة والملحة الحية والمعدنوس. هادي كنزيدها فريمون بارفو، كنديرها غير هي على البغوشيط ولا في الكفتة ولا هذا، وكتجي جديدة. دابا كما كتشوفوا غادي نبدا، غادي نخلط الدجاج كما كتشوفوا هنايا، وغادي نبدا نديرهم في لي بروشيت. وهذه الصراحه هذه الطريقه كنستغلها باش انا ولدي نبروفيتي ياكل الخضره، يعني هكا الا عطيتو فلفله بوحدها راه ما كياكلها ليش، تعرفوا الدراري مبجقين شويه. الوغ كندير طوماط سوغيز والفلفله ومطيشه والدجاج، الوغ كياكل بروشيت كامل كوم سا كيما نقولوا الدجاج بخضرته. المهم انا غادي نكمل كاع لي بروشيت ونرجع معاكم. دابا غنمشي ندير التورتيه. شوفوا غادي نضرب البيض، هاد ثلاثة البيضات نضربهم شويه، غادي نزيد بطاطا، وغنزيد الفخوماج والبصله والمعدنوس. طريقة سهلة وبسيطة، يعني عشاء خفيف وسهل مورا الخدمة والتعب، ما كيجي من هذا معيان مسخسخ. ودابا غنزيد هاد الميكس ديالي المفضل انا بعد عندي. غادي نخلطهم مزيان، وغنمشي نوجد المقالي ديالي كما كتشوفوا. وغادي نبدا نستف الدجاج ديالي. انا البنات راه ما درتش الزيت في المقله لان هذه المقله ما كتلصقش اصلا باش كنشوي فيها، غنديرو كي بحال اللي مشوي. وزيدون انا خلطت العطريه اللي درت في الدجاج بمعلقه هكا كبيره نتاع زيت الزيتون. الو غنستفهم كلهم في المقله، غندير شويه الزيت في المقله الاخرى. علاش؟ لان هذيك غندير فيها البيض، ندير التورتيه خاصها باش نعرف فاش نقلبها ما تلصقليش. غادي نكب كلش، نغطيها ونخليها تطيب.
المهم كما كتشوفوا البروشيت ديالنا هما بدا كيطيبو، كنقلبو فيهم. والبيض ها هو طب من التحت، غنجيب الطبسيل وغادي نقلبو. كما كتشوفوا تحمرات لي من الفوق. والبروشيت ديالي قربوا يطيبوا حتى هما. دابا في هذا الوقت غنوجد واحد التحليه ساهله. الخوي قبط تفاحه، عندي كما كتشوفوا دانونه، تفاحه، كيويه، التشينه غسلتهم قطعت، لان ما نقطعوش غنحطو صحيح. نقطعت الخوي الاخر، التشين، الكيوي والتفاح. وجدت الكيسان ديالي اللي غندير فيهم. غادي نقسم الدانو اللي عندي على جوج، انا غندير غير جوج باسكو في العشاء غادي نتعشى غير انا ولدي. الوغ غنقسم نص دانون هكا ونص دانون هكا، وغادي نزيد. يعني اسهل اسهل ديسير ممكن ديريه، وكيجي زوين شكلا وصحي. يعني ما كياخدش ميم با ان ديك 2 مينوت اللي تقطعي فيها تغسلي الفخوي وتقطعيهم وتكبي دانون وتزيديهم عليه. صراحه الله سهل ولذيذ. ممكن تستعملوا اي فاكهه عندكم، اي فاكهه عندكم في الدار، ولا مكسرات انا، ولا بسكويت هرمشو وتحطوا معاهم شويه الزبيب شويه النوا. المهم انا استعملت هذه الفاكهه اللي عندي كما تشوفوا. غنزيد عليه شويه هذه باش ندير الخاطر لولدي. الوغ شويه الفيرميسيل الشوكولات وشويه نتاع هاد الفيرميسيل الملونه، والديسير ديالنا وجد كما كتشوفوا. هذا هو عشاتي، طورتيه، سلاد، ودجاج بالبروشيت بالفلفل. وهذا عشاء صحي ولذيذ وساهل وخفيف على المعده في الليل. يعني ما غنستعملوش معاه الخبز، مالي الريجيم. كما تشوفوا انا نقطع الطرف التورتيه، تشوفوا كي جايه من الداخل. داك الفرماج اللي درناه كيجي كيدوب، كيجي لذيذ. هذا كما كتشوفوا. نتمنى يكون هذا العشاء يعني ينال اعجابكم. وهذا يعني راه كلش كيعرف يطيب، كتبقى غير شي تقنيات واللي يقول فوالا. روينا هذا الماء اللي بقالي. المهم انا غندوز نتعشى، عاد نرجع لهاد الروينه. اللي يقول شغال وطياب يقول ماعن وتمارة. ومن بعد ما غسلت المعينات ديالي البنات، ماشي غسلتهم، حطيتهم اونطوكا في الماكينه وغسلت اللي ما كيدخلش في الماكينه. دابا جيت باش نصوب الماسك لوجهي اللي غندير، مي باش غنشارك معكم بالحق بيضه وحده غادي نستعمل ندير منها جوج ماسكات. انا غنستعمل غير واحد، مي مادام غادي نحلها غادي نوريكم جوج ماسكات اللي كنستعمل. كندير واحد في السيمانه يعني. المهم بقاو معايا غنوريكم الطريقه. كما كتشوفوا هنا عندي البيضه ديالي، غندير الصفر في طاسه والبيض في طاسه. فوالا الصفر غندير به ماسك اللي كنحتاج له معاه معلقه نتاع العسل. فوالا كنخلطهم مزيان. كيكون وجدنا الماسك الاول،
والماسك الثاني استعملوا البياض نتاع البيض مع معلقه مايزينا. وغنضربوها حتى هي مزيان. فوالا فاش كنخلطوه كيرجع هكا. المهم البنات هادو جوج ماسكات ما تقدروش ديروهم بجوج، واحد فيهم يعني الا نتوما جوج في الدار ولا انت واختك، واحد دير هاد الماسك واحد هذا باش ما يضيعش، لان ما نقدروا تقدري تحتفظي به اليوم واحد. مي الماسكات بحال هادو سيميو ديروهم مره في السيمانه للوجه باش ما يعني ما نفورسوش على البشره. المهم هذا نتاع بياض البيض ونشا كندهنوه في الوجه كنخليوه 5 دقائق ابخي كنغسلوه بالماء دافي، غسل الماء دافي ضروري. من بعد باش كنسدو المسام كنديرو ماورد، ندوزو بالقطن بماورد. هذا كينفع ما نقولكش غيحيد لك التجاعيد، باسكو التجاعيد راه شيء طبيعي، كلش غيشرف كلش غادي يولي الوجه مكرمش، مي كيخفف بزاف كيقلل التجاعيد وديك الخطوط يعني الدقيقه اللي كيكون عاد من الثلاثينات الاربعينات وهذا. وفاش كنديروه تمجيه العينين الوغ ديك الانتفاخ للعينين حتى هو كيساعد كيف شويه، وحب الشباب والبقع نتاع حب الشباب كيحيدو. هذا الماسك الاول. الماسك الثاني نتاع صفار البيض مع العسل، هذا كيوحد لون البشره وكيحيد الكلف كنف الكلف، ومفيد البروتينات وداكشي مفيد للبشره. المهم هذا خاصنا نخليوه 15 مينوت ولا حتى تحسو على حسب لا تمبيراتور تحسو به جمد، وتغسلو بالماء دافي وابخي اوسي دير يعني تدهنو وجهكم بما ورد. المهم انا هذا هو الروتين الليلي، يعني ندخل من الخدمه الجرى وجدت معكم عشاء خفيف ظريف، جمعت معناتي دابا غندير ماسك وندير كويس داتاي نغسل وجهي وابخي نمشي نشوف شي سلسله والناس. المهم البنات نتمنى هذا الروتين يكون خفيف على قلبكم يكون عجبكم، ومن هنا روتين وفيديو اخر. نتمنى تبقوا على خير وبخير. بسلامه.